لاعب المغربي المغرب الفاسي محسن بوريكا، المنافس في بطولة الدوري المغربي وهداف البطولة، أعلن يعني على أخبار إن هو رغبة الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة عشان ينضم لي الفريق بداية من الموسم المقبل. قال في تصريحات لكورة بلس إن الأهلي لم يتفاوض معي، يعني الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا، وقال لم يحدث أي تواصل مع من النادي الأهلي لنادي، وقال عندي عام في عقدي مع المغرب الفاسي ولسه مستمر مع الفريق المغربي، وقال كمان أنا مش عارف هل تواصل الأهلي مع المغرب الفاسي ولا لأ، ولكن مفيش حد من النادي أخبرني بحاجة حتى الآن. هو طبعا هداف الدوري المغربي، قال ان الاهلي فريق كبير والجميع يتمنى اللعب للنادي ده، وانا ملتزم بعقدي مع فريقي حتى 2025. ده بالنسبه للاخبار اللي ارتبطت بانتقاله للنادي الاهلي او حقيقه الكلام عن ضم النادي الاهلي ليه.